بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Recording Screen Casts. السكرين كاست يا جماعة بمنتهى البساطة عبارة عن تسجيل لحركات الماوس بتاعك على الشاشة أو للمشهد اللي بيتعرض على شاشة الكمبيوتر، هذا بنسميه سكرين كاست، سواء كان مشهد فيديو أو الكام بتاعك أو أي مشهد، هذا بنسميه سكرين كاست. علشان نبتدي ندرج المشهد القصة ديت بمنتهى البساطة، نروح على قائمة انسيرت ونبتدي نضغط على ريكورد سكرين، ومنه نقول ريكورد يور سكرين. فهيديني الويزارد بتاع السكرين كاستنج يا جماعه، وشويه هنتات كده بيقول لي ازاي تسجل وكده. طبعا اني انا بسجل على تسجيل، فالموضوع ايه، في شويه تداخل في الامر كده، بس بمنتهى البساطه ده الويزارد الصغير بتاع البرنامج. لما نكون طبعا ده المايك بتاعي انا، ما ليش غير البيلت ان مايك بتاع اللابتوب. لو انا جاهز ببتدي اضغط على الريكورد الحمراء ديت، ممكن اختار الرينج بتاعي 27، فهم عارفين طبعا ما بين 504 وما بين 540، الاشبكتريشن 4 3 16 9، وان انت تسجل بالفول سكرين زي ما انا بعمل ريكوردنج دلوقتي على طول. الجانب التاني خاص بالسيتنجز بتاعت الريكوردنج بتاعك، لو عايز تعمل ستوب بتضغط على ايه، لو عايز تعمل بوست تضغط على ايه، لو عايز تعمل سكرين شوت تضغط على ايه، انا ومايك انت بتستخدمه، انا سبيكرز انت بتستخدمها، هنصغر لك في السيستم تري. طب اول ما او موف نيو ويندو انتو ريكوردنج سكرين، اخلي لك النبذه اللي انت بتسجل ديت في منطقه ال الويندو المفتوحه في منطقه التسجيل، دولت زي السكرين ريكوردنجز السيتنجز. جاست بعد ما خلصت انت بتبتدي تضغط على ريكوردات، فبيبتدي يدي لك تايمر صغير ويبتدي يعد عليك الصوت طالما البتاع ده شغال، وحركه الماوس بتاعك على الشاشه. بعد ما بتتخلص بتبتدي بتلاقي عندك ده في تايمر، وممكن تعمل دان لو انت خلصت، وممكن تعمل ديليت لو انت عايز تبتدي مشهد تاني بس مش بتحفظ التعديلات اللي انت عملتها. خلونا نبتدي نعمل دان. هو بيبتدي يعمل سيفينجز بشكل مصغر، وبيبتدي يركنها لك في مكتبته هو، وطبعا هبتدي يفتح الايديتور بتاعه علشان يضيفها لك، وانت جاهز كده انت تعمل لها بس جاست انسرتيشن، وهي تبتدي تكون موجوده في مساحه العمل بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.